الأندية الشعبية والرعاة مع الأندية الشعبية يتجهوا لمين؟ يتجهوا لفريق عنده بطولات، عنده جماهيرية، عنده استقرار، ولا إيه اللي يحصل في نوعية التصرف ده من خلال طبعا حاجة الأندية الشعبية دي للأمور المادية بشكل كبير في الفترة القادمة؟ أستاذ أيمن تحياتي ليك. مساء الخير عليك، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وشعب مصر وكل مشاهدينك، وأستاذ جمال حبيبي وأخويا خير يا رب، ويجعله عيد سعيد علينا جميعا وعلى الأمة العربية والعالم كله إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب. سمعتني؟ سمعتك. أنا قلت فرصة بقى، أيمن مش موجود، أنتوا بقى قاعدين تتكلموا في الرعاة بقى. لا والله هو السؤال، هو احنا دخلنا بدري لأن فعلا احنا مع بعض وخدتوا الأندية الشعبية كده في موضوعات كتير جدا، و يعني ما بنلحقش نطرحها الحقيقة، لكن ما كنتش أعرف. بس إن النهاردة أنتوا دخلتوا بدري على قلت بقى انتهز الفرصة. فرصة. قول لي بقى، قول لي قول لي قول لي إيه اللي أنت شايفه في فكرة ال لا أنا وكان أستاذ جمال بيتكلم على الأهلي. انا استوقفني الاهلي كان نموذج قوي. لا ما حدش يقدر ينكر الاهلي كان نموذج. الاهلي نقدر نقول عليه فريق او نادي عالمي او نادي بفكر اوروبي في قاره افريقيا او في مصر. لكن انا لما بنتكلم على المنافسه، والاستاذ جمال كان اللي ده اللي استوقفني، يعني انه الانديه الشعبيه مش لاقي حقها او مش عارفه تنافس، لانه دي امكانيات. يعني انا بلاش اقول لك اديني امكانيات الاهلي الجماهيريه ولا الشعبيه، لا اديني الامكانيات الماديه. ايوه يعني اديك امكانيات الاهلي الماديه والشعبيه. طب ما هو في لا انديه عندها جماهيريه على فكره. لا انا ما بتكلمش يعني الجماهيريه، خلي الجماهيريه على حق. دلوقتي الكره صناعه، الكره اموال، اديني مال. يعني احنا المسابقه عندنا في مصر كلها غلط، مع احترامي اللي بيدور الكره في مصر او الرياضه في مصر عموما، يعني ما بتجيبش مداخيل. الانديه بتصرف، هي اللي بتتحمل. طب الاهلي جاب مداخيله ازاي؟ ما هي دي لا ما هو انا قبل ما اوصل قبل وتراكم بطولات وتراكم حاجات كتير جدا. بص أنا مش بقى عنده الجانب المادي، أنا مش وفي مراقبه من الجمعيه العموميه بشكل محترم، وانا احنا بنتكلم ثابت 4 سنين. احنا بنتكلم على عشان تبقى في منافسه حقيقيه، لما يبقى في تكافؤ وفي المنافسة أو في الإمكانيات. تمام. طول ما احنا ماشيين بالشكل ده مفيش غير الأهلي، ودلوقتي مثلا نقول دخل جنبه بيراميدز شوية ووقوع الزمالك كمان ماديا. فأنت عشان تعمل مسابقة ومنافسة حقيقية لابد الأندية الشعبية لابد إنها تكون موجودة وموجودة على الساحة، بقى دعم من الدولة، من المحافظة، توجيه المستثمرين اللي عايزين يشتروا أندية يروح للأندية الشعبية. طبعا أنا بناشد وزير الرياضة وبناشد رؤساء الأندية، افتحوا المجال واعملوا تجربة بيراميدز بس بشكل آخر للأندية الشعبية. للأندية الشعبية هات مستثمر عربي، مستثمر أجنبي، زي الأندية اللي في إنجلترا وبريطانيا والدوريات الأوروبية بيشتري. مش شرط جماهير مانشستر سيتي هي جماهير مانشستر سيتي، وهم هم الناس ونفس الاستاد ونفس التيشيرت ما بيغيرش. لكن أنت اديني عشان أقدر أشتري لعيبة محتاج أموال. الدوري ما بيدينيش أموال، المسابقة ما بتدينيش أموال، أولا لا في جمهور ولا في رعاية ولا في إعلانات ولا في أي كلام. أنا عشان أعمل ده لحد ما ربنا يريد يعني، ونفتح الجمهور ونعمل تسويق والكلام ده، أنا هقدر نفسه هقدر أعمل فيه. يعني أستاذ أيمن أنت كده بتقول إن النادي الأهلي هو الأوحد في مصر في الجانب الخاص بالرعاية والتفاصيل والقوة. يعني باشا طب ليه دايما بنقول اهلي وزمالك؟ ليه دايما بنقول اهلي وزمالك؟ عشان التاريخ كان بيقول الاهلي والزمالك هم عصب اصيل. بص ما اقدرش اقول الاهلي وحده. ليه؟ لان انت الاهلي مش هتلعب وحدك مع نفسك. لابد ان يكون في منافس ليك او منافسين. ما انا عشان كده بقول لك كنت هقولها يعني. المنافسين دول هم اللي بيخلقوا المنافسه. انت كجمهور الاهلي ان لم يكن هناك منافس زي الزمالك مش هتشعر بالفرحه. يعني انت لو ما فيش حد بنفسك وياخد منك البطوله سنه او اتنين او كام. هل ما فيش انتباه لحاجه زي كده؟ مين؟ هل احنا مش منتبهين لحاجه زي كده؟ احنا مش منتبهين طبعا. طب هل ده هو احنا منتبهين؟ لو منتبهين اللي وضع الجدول مباراه الاهلي
مع منتخب السويس في الكاس يحطها في توقيت مباراة مصر منتخب مصر والأولمبي، هو أنت عاوز الجمهور الناس يتفرجوا على ماتش مين؟ يعني بعد نص ساعة كل الناس نسيت المنتخب الأولمبي وبتقول لي أنا بعمل للدفاع عن الكرة المصرية وانتشار ورفع المستوى الكرة المصرية. هفو هفو هو كل